عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن لاعبي منتخب الجزائر وهم بيأدوا لأول مرة الصلاة في مسجد الجزائر الجديد. تواضعهم وحب الناس ليهم وتصويرهم معاهم، وطبعا المسألة جميلة جدا وفي روح جميلة وتواضع جميل من اللعيبة مع الجماهير المحبين. رب يكتب التوفيق لمنتخب الجزائر ومنتخب مصر، واشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.